السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل قاعدة تدوير لإزازة الشوبس الفارغة دي، او اي ازازة، اي ازازة ازازة عندك بتاعت شوبس او كولا. انا معايا خيط صوف او خيط من خيوط التريكو، نفس اللون بتاع خيط الصوف كده او الخيش، حبيت اشتغل بيه النهاردة. مش هحتاج حاجة غير الشمع والخيط اللي معايا، وهبدأ أزين الإزازة اللي معايا. طبعا الإزازة ملمسها أصلا ناعم و مسطحة كده، فالخيط مش بيثبت قوي، لازم تعملي بدقة. هتثبتي بداية الخيط بشمع، تكوني مسيحة الشمع كويس قوي وتثبتي كويس، وتبدأي بقى تلفي الخيط على الإزازة. اهم حاجة وانت بتلف الخيط بايدك كده تساويه، هلف كل الازازة بنفس الطريقة واساوي كده بايدي كده، انزل الخيوط اساويها مع بعض بحيث ان ما يكونش فيه اي فراغات بين الخط والتاني. بسويهم كويس جنب بعض، وبعد كده بحط برضو جزء بسيط من الشمع واثبت عليه الخيط عشان اقدر ان انا الفه بطريقة متساوية وما يكونش فيه اي فراغات باينة من الزجاجة اللي انا شغالة بيها. انا ماشية معاكم خطوة خطوة، مش راضية اقص اي حاجة من الفيديو، بحيث ان الفكرة تكون واصلة كاملة. شايفين انا بلف عادي بطريقة عشوائية جدا، وبعدين بساوي الخيط، لان في صديقة طلبت مني الفكرة بالخيوط وقالت لي ان الخيط مش بيثبت على الازازة ومش بتقدر تلفه كويس، وبعد ما بتلف جزء منه بتلاقيه فك معاها. انا عشان كده بين كل جزء والتاني بثبت بالشمع. زي ما انتوا شايفين كده بسوي بايدي وامنع الفراغات كلها، اللي هو بنزل الخيوط جنب بعض وبعدين بثبت بالشمع واكمل. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. انتوا شايفين الطريقه اللي انا شغاله بيها، يعني انا ما قصيتش الخيط، ولو الخيط اتقص او اتقطع منك بتثبتي طرفه بالشمع وبعدين بتكملي بجزء تاني. انا لحد دلوقتي ما قصيتش ولا جزء منه، ماشيه بالخيط كده متساوي، وبساوي الخيوط جنب بعضها واثبت بالشمع زي ما قلتلك. فعشان الفيديو ما يكونش طويل عليكي هثبت دي معاكو واكمل بقية المقطع ده لحد ما اغلف الزجاجة كلها، واقولك هعمل ايه بعد كده او هزينها ازاي. خلاص كده يا بنات، انا كملت الازازة كلها بنفس الطريقة، وكمان انا لقيت كده كام فراغ من النص، فعملت عليها طبقة خيط تانية. بعد ما خلصت الازازة كلها من تحت لفوق، رجعت عدت عليها من فوق لتحت لفة خيط كمان. ما اخرتش مني كتير، يعني كل ده ما كملش معايا نص بكرة الخيط. انا هجيب كده خيط الصوف والفه على ايدي زي ما انتوا شايفين كده، عشان اعرف اعمل شكل الفيونكة يكون مظبوط معايا. شايفين كده انا اخدت المسافة اللي انا عايزاها. هلف الخيط كده من النص عشان اعمل شكل الفيونكة، واربطه او اثبته بالشمع
وهقص بقية الخيط واوريكم شكل الفيونكة معايا هيكون ازاي. هي زي ما انتوا شايفين كده، بس نشد الخيط من النص عشان يديني الشكل اللي انا عاوزاه. هقص الخيط الزيادة واثبت بالشمع كده، شكل الفيونكة بقى مظبوط معايا، بقى شكله جميل. وتقدري تعملي لو معاكي خيوط تانية تقدري تعملي الفيونكة بخيط تاني يكون مناسب مع لون الخيط اللي انت استخدمتيه. هثبت بس الطرف اللي انا لفيته ده في الفيونكة من ورا على الشمع بحيث ان هي تثبت معايا جامد وما تفكش مني تاني. كده خلاص بقى الشكل متناسق ومظبوط معايا. هحط في نص الفيونكة كده فص لولي او اي استرات موجود عندك تستخدميه عادي. انا معايا الوردة الصغيرة دي، شكلها رقيق خالص، هي نفس الخامة بتاعت اللولي بس على شكل وردة. دي كانت في دبوس قديم، او تقريبا كانت في كلبس كده طوكة، وعلى حرف الازازة من فوق شريط اللولي، شريط امتصاص اللولي ده هثبت كده جزء منه ألف بيه الحلقة بتاعة الإزازة من فوق. وممكن تستغني عنها لو مش موجودة، وأي حاجة متوفرة عندك تزيني بيها. وعلى فكرة شكل الإزازة أصلا مش محتاج أي حاجة بعد التغليف، يعني تقدري تسيبيها على ما هي كده وتزينيها بس بالورود اللي هتحطيها فيها، وتكوني كده عملتي اجمل فازة. انا هنا معايا الوردات اللون السيمون ده، الوردة كده لوحدها جميلة، ممكن تحطي وردتين او ثلاثة. انا زودت كده وردة كمان، ومعايا ورقة شجر كنت عاملاها معاكم في الفازة اللي فاتت من الفوم، وتوفر معايا كام واحدة كده على خلة الشيش طاووق. هحط كده، هحط فرع ورقة شجر من اللي انا عاملاهم دول ورا فرعين الورد. شايفين شكلها بجد، الصورة كمان ظلمها، شكلها في الحقيقة جميل جدا. مش عارفة فرع الورد، فرع ورقة الشجر انا حطيته وشلته تاني عشان اوريكم الشكل بس كده بالوردتين، شكله رقيق خالص. وهنا كمان كنت عاملة الفازة دي من نفس الخيط الصوف بس لون فوشيا، وحطيت معاه الوردات دي. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.